مباشرة النهار الثاني مازال تنذكر من بداية الاعتصام بأنكم تعمدتم باش أنكم في المدخل ديال الغار، لأن ما نعرفش أنا واش الشيما ديال تما، حاولتوا أنكم تديروا شي بعض شي سدور أو لا شعلتوا بعض شي إطار شي رويضة باش حاولتوا باش تخنقوا هادوك الناس في وسط الغار. واش هادشي لان هادشي خطير؟ هاد التصريح سي شطوبان الا كان هادشي بصح، واش هادشي كتاكدوا ولا هادي غير دعايات؟ انا كنشكرك على هاد السؤال لان توضع حتى في عند السلطات ديال العمله، وكاين عندنا سي بيز ديمين حاضر. هادشي لا اساس له من الصحه. اولا انا تنؤكد لك كمهندس ديال المناجم، كون شعلات العافيه في الرويضه في الغرق ماشي غير هادوك الناس اللي غادي تخنقوا، غيتخنقوا كاع اللي خدامين. راه كاين في الغار 27 واحد، وهذاك الغار راه تخدم فيه 217 واحد، يعني شحال باقيه الى حيدنا 27؟ راه تقريبا 200 واحد. دونك واش بغينا نقول اولا هذيك عمل انساني ما غاديش نديرها بعدا، ثانيا تنقول لك ما عندناش الروايط في ذاك النيفو بعدا، راه لي بنو كاينين في لي شونتي هذا بهتان هذا غير ما كايناش ما كايناش وما يمكنليناش ما يمكنليناش نتعاملوا مع الناس ديالنا هذه المعامله كيف ما كانت. الاضراب حق، واخا الاعتصام وعرقله العمل داروها، ولكن حنا ما يمكنليش نتعامل معاهم. ما تصرفتوش نتوما تصرف ديال المحاوله ديال باش تخلقوا هذه لا تثبتات سي شطوبان، ربما تتبان لي خطيره بحال هذا. ما كانش ونقول لك راه كاين الملتقى والمعادن تقدر تمشي تسقسي، وكاين عندنا ديليغي اليجيني لا سيكوريتي اللي عندنا سي بلاص مندوب الصحه والسلامه اللي تابع للوزاره الطاقه والمعادن.